تشوف لقطات كده مع كابتن سعد سمير يعني ضحك بس. هو سعد لحد دلوقتي، سعد اخويا وحبيبي وعشره عمر، ولحد دلوقتي احنا مع بعض، وشاب وشكري وتوبه وهشام، ناس كتير قوي من صحابي لحد دلوقتي الجيل بتاعنا على طول بنتجمع وبنقف مع بعض، وفي مواقف كتير يعني بنبقى موجودين مع بعض فيها. شايف ان الجيل اللي لعب كاس العالم للشباب 2009 اتظلم بشكل او باخر؟ الظروف ما خدمتناش يا ساره، يعني الظروف احنا يعني كنا مخلصين كاس عالم، وكان كل واحد فينا في الوقت ده كنا 20 سنه، فكان كل واحد فينا بيلعب في الفريق الاول بتاعه يعني. الحمد لله احنا كنا برضو كان كابتن حسام البدري كان بيصعدنا مع الفريق الاول، وكان كل واحد من اللعيبه اللي كانت معانا موجوده في منتخب الشباب كان كل واحد موجود في الفرقه بتاعته بيلعب اساسي. فلكن احنا الظروف بتاعتنا ما خدمتناش انك يحصل ثوره. بعد الثوره لو تفتكري لما رجع القصه بتاعت الاخوان والدوري اتعمل مجموعتين واتلغى، فكانت الظروف مش مساعدانا. مش مساعده. طيب لو اتكلمنا على كوالي